السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو ده هشرح الشغل بتاع الهولو بوكس لابس كاناليسز وديزاين ورود كالكوليشنز وكده، وبعد كده يعني هشرح الجنرال اوفر فيو، بعد كده هركز مينلي على الوان واي هولو بلوك، وان واي هولو بلوك سلاب، وبعد كده ان شاء الله هيكون في فيديو تاني بيتكلم عن على التو واي هولو بلوك سلاب. الفكره نفسها ايه؟ ان دلوقتي لما بيبدا الاسبانات تكبر، مثلا لو انا عندي سوليد سلاب عاديه فمثلا الاسبان وصل ل 7 8 متر، فسواء هي كانت 1 واي او 2 واي تقدر تحسب الثيكنس بتاعها المبدئي بإلا على 25 30 35 والامور دي. هتلاقي لما الاسبانات بتكبر الثيكنس بيزيد شويه عشان يقدر يكفي المومنتس اللي بتتكون يعني. فزياده الثيكنس هتلاقي ان انت بتزود الثيكنس كتير، فبتلاقي ان اللود اللي جاي من الرون ويت بقى كتير لدرجه ان انت ممكن توصل، يعني زي ما مكتوب هنا، لو انت عندك التي اس ب 12 سم فالسلاب اون ويت بيمثل حوالي 45% من التوتال ويت اللي جاي على البلاطه او التوتال لود يعني. لكن لو التي اس وصلت ل 20، وده بيحصل لو الاسبانز كبرت شويه، هتلاقي ان الاون ويت ممكن يوصل يمثل 70% من التوتال لودز. فانا ببقى عامل بلاطه عشان تشيل 70% بس وزنها، و 30% من الاوزان اللي انا اصلا عايز اشيلها، فده طبعا بيخلي السيستم نوت ايكونوميك تماما. فمحتاجين نوصل لطريقه بديله نقدر نتعامل بيها مع طبيعه الاسبانز الكبيره اللي هي يعني السوليد سلاب ممكن ما تقدرش بطريقه افيشنت انها تغطيها. طبعا زي ما بنقول دايما ان انت اي حاجه ممكن تعملها، يعني انا ممكن اعمل بلاطه سوليد سلاب يعني 8 متر بس تطلع مثلا بلاطه سمكها 25 30 سنتي، نوت ايكونوميك، ملهاش معنى، مش عارف ايه والكلام ده، لكن في الاخر هتتعمل يعني، مش هتقول لا يعني. ايه الحل اللي قدامنا؟ ان احنا بدلا ما كان عندنا البلاطه على بعضها كده وفيها حديد مشروش تحت، ابدا افرغ البلاطه، اشيل من وزن الخرسانه. احنا كده كده عارفين ان غالبا او مش غالبا يعني الخرسانه اللي بتبقى تحت ما بتكونش شغاله، هي بس بتبقى موجوده كومبايندنج ماتيريال عشان تربط الكومبريشن كونكريت بالتنشن ستيل اللي تحت. فانا لو قدرت بشكل ما افرغ الخرسانه دي واعمل لامبنج للحديد في نقط صغيره، هيخلي المومنت كاباسيتي تقريبا واحده، وفي نفس الوقت اللودز او الاون ويت هيقل جدا لدرجه انها ممكن توفر معاك في الحديد كتير وتقلل معاك كمان ديفليكشنز والحاجات دي. ومن هنا جت فكره الهولو بلوك سلاب، ان انا بعمل فتحات او بفرغ البلاطه في حتت معينه واجمع الحديد في اماكن بحيث اقدر اوفر بشكل افضل. طب دلوقتي المشكله ازاي هبدا افرغ الكلام ده؟ في طريقتين من اللي هنتكلم عليهم، سواء بنحط بلوكات خرسانه، دي بلوكات خرسانه بلوكات طوب ما بتبقاش شغاله استراكشر، اللي يعني هي مجرد بس محطوطه عشان اقدر افضي بيها الاماكن زي ما نعرف بعد كده بالتفصيل، او الحاجه اللي افضل البلوكات الفوم، لان الفوم خفيف جدا فما افرغ بيه الخرسانه ده هيكون احسن كتير من ان انا افرغ بمجرد استعمال الطوب. طبعا الطوب ارخص كتير ولكن في الاخر بيمثل وزن كبير، فالموضوع بيبقى بالانس كده، بتشوف انت هتوفر قد ايه وتحط قد ايه لودز وهكذا. ف وعندك طبعا التو اوبشنز ممكن تختار يعني. السؤال اللي بيتسال دايما، طب انا ليه ما افرغش بالشده؟ يعني انا ايه اللي خلاني عشان افرغ احط؟ او احنا بنعمل ايه؟ احنا بنيجي نقوم رصين الطوب على البلاطه على الشده الخشبيه ونحط الحديد وبعد كده نقوم صبين. فده بيكون طريقته في التنفيذ سهل، انا مش محتاج العب في الشده، لكن انا لو عايز افرغ ده تفريغ حقيقي هتلاقي انا محتاج اقعد اعمل الفورمه كده واطلع وانزل معاها، وده طبعا سيء جدا، بايخ جدا، هيهدر خشب كتير، وفي نفس الوقت هيكون صعب على اللي شغالين في الموقع. طبعا زي ما بيقول لك مميزات استعمال الهولو بلوكس، ريدكشن ان كونكريت ويت ويز اوف كونستراكشن، لان زي ما قلنا بدل ما يقعد يشكل البلاطه. وبيقول لك برضو انت ممكن تبدل ده باستعمال اللايت ويت اجريت، يعني هو بيقول لك ان الهولو بلوك فلورز بتبقى فكرتها انها انت بتبدل الخرسانه باستعمال بلوكس اوف كونكريت اوف لايت ويت اجريت، اللي هي بلوكات الطوب اللي احنا عارفينها يعني، او يعني بلوكات الخرسانه طوب الاسمنتي. طب بالنسبه للبلوكس، طبعا الفوم انت في الاخر ابعاده يعني الى حد ما ممكن تلعب فيها، لان انت بالاخر بتقطع الفوم بطريقه معينه، طبعا مش فوم عادي، ولكن في الاخر انت ممكن تلعب في الفوم. لكن البلوكات غالبا وفي مصر لا، انت عندنا ابعاد ستاندرد. البلوك بيبقى ليه عرض ثابت 40 سم في 20 سم، والارتفاع متغير من 150 ل 200 ل 250 ملي، وكل بلوك من دول ليه وزن ثابت بيكون معروف. زي ما بيقول لك طبعا الفوم بلوكس ار تيلرد تو نيد، يعني انت بتقصها بيزد على احتياجاتك من الديزاين. نفس الكلام ده وموضوع السوليد بارت انا هنأجله شويه في الكلام لحد ما نخش في الديزاين اكتر عشان يبقى الموضوع مور
كلير يعني. نيجي للكود ريكويرمنتس. دلوقتي انا لما اجي هعمل زي ما قلنا بنعمل ايه، بنعمل لامبنج للتسليح في اماكن خرسانه وبنفضي بلوكات. طب الابعاد بتاعت الكلام ده والتفضيه والكلام ده بتيجي ازاي؟ اول حاجه احنا عندنا الاي دي. الاي دي زي ما احنا قلنا لو هي بلوك طوب، بلوك الطوب الطول الطويل بتاع الطوب ده ال 40 سم، فلو هستعمل بلوكات الطوب فيبقى ده 40 سم. هو بيقول لك ما ينفعش يزيد عن 70 سم لان كده هتلاقي ان البلاطه دي بقت ضعيفه، لانها تبقى المفروض ان ليها زي ما نعرف بعد كده بتبقى وان واي سلاب او تو واي على حسب يعني النوع، لكن في الاخر بتبقى بلاطه صغيره 5 6 سم 7 سم ما بتتصممش غالبا لان هي بلاطه خفيفه جدا، فبنحط فيها المينيمم ريفورسمنت يعني. ف يعني هو بيقول لك عشان تبقى السيستم افيشنت ما توصلش لمرحله ان انا هحتاج اصمم البلاطه يعني، فاخرك 700 مللي. عرض التجميع او زي ما هنسمي دي الرب زي الاعصاب اللي هي بتبقى ماشيه بين البلوكات، العرض بتاعها ما يقلش عن 100 مللي، وفي نفس الوقت ما ينفعش يقل عن تي اللي هو التوتال ديبث على 3، يعني بتاخد انت الكبير من الاثنين دول. بعد كده البلاطه اللي فوق ما ينفعش تقل عن 50 سم وما ينفعش تقل عن اي على 10، لان في الاخر هي بلاطه ليها سبان، فلو كبرت لو تي اس ده كبر يعني لو السبان ده كبر بتاعها اللي هو الاي يعني دي كانها بتنسل البلاطه ماشيه على الكمرتين دول للربات، فلو السبان بتاعها كبر هتحتاج تكبر سمكها عشان تبقى سيف في الديزاين يعني. ومن هنا جت دي كده هتبقى الريكويرمنت اللي هو بتاع التي، وده لسه هنشوفه قدام شويه ازاي بقى. طب اجيب التي نفسها التوتال ديبس بتاع البلاطه، طب احنا قلنا ده قلناه، هيتبقى الجزء ده اللي هو بيتشكل بالبلوكات اول فوق، ده هنشوف ازاي بنجيب له انيشال استيميت قبل ما نبدا نحط الطوب اول فوق. طبعا هنا بيقول لك الابعاد الشائعه للاستعمال اللي هو عندك 400 مللي اللي هو عشان عرض البلوك، و100 ونستعمل ده 100 اللي هو مينيمم، لان انت لو جيت شايك على على الدايمنشن الثاني هتلاقيه مفيهوش مشكله، وزي ما هنشوف اصلا بتحسب التي دي ازاي. ودي بتحطها 5 سم لان انت لو جيت تحسب برده التشيك هيطلع 5 سم هي الكريتيكال، والارتفاع ده قال لك 150 اور 200 اور 250 بيزد على نوع الطوب اللي هتستعمله، ولكن بس في حاله ال 250 ده هتوصل معاك البلاطه ان ممكن توصل بيفضلوا يعملوها يعني 70 سم عشان تبقى ستيف. تمام ماشي. طبعا بيقول لك هنا نوت ان الهولو بلوك سلابس مش مفضله تستعمل في الحمامات، لان في الاخر وجود ميه مع البلوكات وكده ممكن يخلي البلوكات مع الوقت تفصل، لان زي ما الناس لو شافت الناس تشوف التنفيذ بتاعها هو بيحط البلوكات دي ويصب خرسانه فوقيها، فهي بتمسك عشان هي خرسانه مع خرسانه بتتصب، بتمسك فيها يعني بالبند مش بيعمل حاجه عشان تمسكها، فانت لو في حاجه بتجي لها ميه باستمرار ده يخلي البلوكات تتلخلخ وممكن في الاخر تقع، وتلاقي طبعا ظهر الكلام ده في البياض وال يعني الناس اللي تحت اتأثرت بالكلام ده. structural معلش تاني قلنا مش مناسب استعمالها في الحمامات عشان مشكلة المية، وعشان ولو حاجه فيها دايناميك لودنج يعني مثلا حاجه فيها مثلا زي مكان او حاجه بتعمل فايبريشنز عاليه، فالدايناميك لودنج ده هيخلي البلوكات تتلخلخ. برضو لو في لايف لود عالي، لان اللايف لود العادي العالي برضو يبقى يعني كانه يعني شبه الدايناميك لود شويه في التاثير، فهتلاقي البلوكات ممكن تتلخلخ. والكانتليفرز، الكانتليفرز تحديدا لا يفضل ولكن ما هياش غلط، بنعملها عادي تماما يعني ما فيهاش اي مشكله. لكن هي الحاجات الباقيه هي فعلا يعني بنبعد عنها تماما. طبعا زي ما انا برضو الكانتليفرز اماكن ضعيفه شويه فالناس بتقلق منها، فبيحبوا يبعدوا يعني يريحوا دماغهم من القلق اللي فيها، ولكن ما فيهاش اي مشكله يعني. بيزد على الكلام اللي احنا قلناه هيبقى عندنا نوعين اساسيين من الهولو بلوك. اول نوع الوان واي هولو بلوك، والتاني نوع التو واي هولو بلوك. الوان واي هولو بلوك انك بتلاقي الريبس اللي احنا عملناها، انا حطيت البلوكات رصيت البلوكات في اتجاه واحد وفرغت منها وفرغت البلوكات مكان البلوكات وعندي ريبات ماشيه في اتجاه واحد كده، فاللود كله هيمشي في اتجاه هيمشي مع الريب لفوق وتحت. ده ممكن نستعمله لحد سبان يعني طول هنحط فيه الوان واي دايركشن ما يزيدش عن 7 متر، وممكن يوصل 7 يعدي 7 متر لو اللودز لايف لودز قليله اللي هي مثلا 1 كيلو نيوتن في متر سكويرد، وده اللي بيحصل في الروفز.
لو عديت السبعة متر ومحقق النسبة ان ال على ال شورت ما بتزيدش عن 4 اوفر 3، وهقول ليه دلوقتي. ممكن بتعمل انت الريبات بقى بتاعتك في ايه، في الاتجاهين، فهتلاقي في ريبس في ماشيه كده وريبس ماشيه كده كانها بلاطه تو واي متفرغه في الناحيتين، لكن دي بتبقى بلاطه ماشيه في اتجاه واحد بس اللي هو ريبس في وان دايركشن اللي هي الهولو بلوك، الوان واي هولو بلوك. برضه شويه ملاحظات سريعه كده، انا ممكن اعمل هنا اللي بيحكم الوان واي والتو واي مش مثلا مش ار، لا، لان في الاخر انا اللي بعمل انا الريبس اللي بتشيل لود. فانا لو عندي ممكن انا مثلا لسبب ما، وزي ما الناس عارفه في الديزاين او حاجه، ممكن هتلاقيني انا اعمل الريبات في الاتجاه الطويل واللود هيبقى ماشي في الاتجاه الطويل كله. ليه؟ لان انا حاطط الحاجه اللي بتشيل الحمل في الاتجاه الطويل. ممكن تبقى حاجه اقل من سبعه اعملها تو واي، ايه المشكله؟ لا مفيش مشكله، لان انا في الاخر هحط الريبات في تو دايركشنز وهي اللي هتشتغل. بس كده. نيجي بقى الفيديو ده هنكمل فيه ان شاء الله بالتفصيل الوان واي هولو بلوك، وان شاء الله هيكون في فيديو تاني بيتكلم على التو واي. لو الناس فاكره كان في بعد موجود في الـ في الـ في البلوك في الهولو في الهولو بلوكس مش مؤنهوش، التي اللي هو التوتال ديبث بتاع الهولو بلوك سلاب. الكود مدي معادلات زي بتاعه السوليد سلاب، بيقول لك لو هي سيمبل هتبقى الا شورت على او الطول اللي فيه الربات على 20، ولو ممسوكه من الناحيه هتبقى على 25، ولو من ناحيتين على 28. ولو عندك الكانتليفرز هتبقى ال كانتليفر على 8. ده كده انت جبت التي. بعد ما انت جبت التي، انت دلوقتي اللي بيحكم لك في التي ده مجموع رقمين، مجموع التي اس الصغيره اللي فوق دي ومجموع الارتفاع بتاع البلوك. سين التي اس انت هتحطها 50 او 70 بيزد على الكلام اللي قلناه ده، سي 50 عشان دلوقتي ما نعرفش انهي بلوكات. شوف التوتال تي اللي انت محتاجه. سي دلوقتي محتاج مثلا توتال تي ب 200 وكام، 200 مثلا 200 100 مثلا 250. شلت ال 50 دي، خلينا نتكلم في رقم صريح، شلت ال 50 بقى لك 200، يبقى هتحط بلوك ارتفاع 200. طب افرض شلت مثلا طلع 210، شلت ال 50 طلع لك بلوك محتاج هنا ارتفاع 160. طب ما فيش 160 يبقى هحط ال 200، وهكذا. هي إيه بتمشي كده، فبتقدر تقسيم الدايمنشنز بتاعتك بالطريقه دي في التفكير. نيجي بقى دلوقتي، احنا اتفقنا حطينا دايمنشنز، فهمنا ان احنا هنشتغل وان واي او تو واي بيزد على ايه. نبدا بقى نشوف هنحسب اللودز ازاي. افضل طريقه، طبعا طريقه حسابات اللودز فيها كذا حاجه والكلام ده فيه كذا تفصيله، ولكن انا هقول لك انا بفضل اشتغل ازاي. دلوقتي انا عندي المفروض ان دي كده رب ماشيه، ويمينها بلوك، يمينها بلوكات وشمالها بلوكات، وبعد كده في رب ماشي كده، رب ماشي كده، رب ماشي كده، ورب ماشي يمين وشمال وهكذا. فانا عايز اجيب اللودز اللي كل رب منها شايله، لان انا في الاخر هعتبر الربات دي كانها كاميرات صغيره بعدها مثلا 10 في 25 او 10 في 30 او ايا كان، وهصممها. فعايز اجيب اللود اللي الرب دي شايلاه، فكل رب بتشيل، المفروض انت عارف ان في رب بلوك، رب بلوك وهكذا، فكل رب بتشيل من النص يمين ونص من الشمال. فلو انا زي ما قلنا ان المسافه دي المفروض التوتال هي الاي اللي هي عرض البلوك الكبير، ودي اي ودي البي، فيبقى كل رب شايله بي بلس اي على 2 بلس اي على 2 اللي هي اي بلس بي. فانا لو خدت حته كده اي بلس بي، عايز اشوف كل متر منها ماشي في الاتجاه اللي جوه، يعني متر في اتجاه الرب شيل قد ايه، بحيث اطلع اللود لكل رب، لكل متر من الرب كانها كاميرا، يعني هي لود بير متر بس لكل رب، عشان انا خدت اللود قسمته على كل رب. اعمل الكلام ده ازاي؟ بكل بساطه، دلوقتي بعيدا عن وزن البلوكات، يعني وهنا في شويه في تفاصيل بس مش هقولها، يعني لان انا مش هستغلها بالطريقه دي، لكن الفكره العامه ايه؟ انا هجيب التوتال دبليو عادي اللي بنحطه على البلاطه، اللي هو الدبليو اس بتاعنا زمان، اللي هو 1.4 تي اس جاما كونكريت بلس الفلو كفر بلس 1.6 لايف لود. واعمل ايه؟ انا عايز اجيب الكلام ده لاي بلس بي، عشان بس ايه؟ يعني او عندي اريا معينه اللي هي اي بلس بي في متر، عايز اجيب لها اللود اللي ليها. فاقوم ضارب الكلام دبليو اس ده في اي بلس بي في متر. اي بلس بي في متر، طبعا هو هنا بس بيحسب اللون ويت فعنده حته معينه. فاي بلس بي في متر. زي ما انا كده جبت التوتال، طبعا بقول لك بدخل كمان فيها التي اس والفرو كفر والجاما واللايف لو. دي اول جزء، ثم يلي جزء اللي هو الوزن بتاع الربايه في المتر ده، اللي هو هيبقى عرضها في ارتفاعها وشايل طبعا منه التي اس عشان ما يتكررش في جاما كونكريت. طبعا مضروبه في متر، يعني لان هي في الاخر هي الاي بلس بي هي فيها الجزء ده بس
مضروبه في متر، يبقى انت كده جبت التوتال اللي في المتر. دلوقتي زي ما قلنا بفكر تاني، احنا ماسكين ريب بريب وبنجيب اللود للريب دي لوحدها بس لكل متر من الريب كانها قمر. يبقى احنا كده خلصنا اللودز اللي جايه بسبب اللودز العاديه للريب واللي جايه بسبب وزنها. وبعد كده هيبقى عندي طبعا ما تنسوش طبعا الفاكتورز، يعني اللي هو 1.4 وال 1.6، واخر حاجه يبقى البلوكات. احنا لو قلنا عارفين ان عرض البلوك في الاتجاه ده 20 سنتي، يعني ده كده 20 زي ما قلنا، هنا 40 وهنا 20 والارتفاع هو المتغير، فده 20 ثابت. فانا لو خدت متر هيبقى عندي 5، يبقى 5 يمين و5 شمال، بس 5 تنصاص يمين و5 تنصاص شمال لانها واخد نص ونص، فيبقى عندي توتال اوف 5 بلوكس لكل متر من الريب. فيبقى بلس كمان انكلودنج 5 وزن 5 بلوكات من الطوب اللي محطوط، واي او ايا كان بقى اللي انت حاطه يعني. لكن وطبعا بيز ده برضو على العرض، لكن يعني لكن زي ما قلنا ان البلوكات الستاندرد عندنا ان العرض ده 10 20 سم. دي الطريقه اللي انا بفضلها في الحساب. طبعا الدكتور هنا كاتب كذا طريقه، ولكن انا بفضل الطريقه اللي هي بس بستعمل اي بلس بي، ويعني في الاخر ده اختيارك الشخصي، ولكن زي ما قلت لك دي اسهل لك في الحساب. يعني بيقول لك انت لو عندك بقى وان واي هولو بلوك سلاب، انت لو عندك ممكن يبقى عندك تبقى سيمبل، فدبليو ال سكوير على 8 بتاخد طبعا زي ما قلنا احنا بناخد ريب بنشتغل عليها، فده دبليو ال سكوير على 8، وهنا دبليو ال سكوير 24 و24 عادي زي ما قلنا بنعامل الريب كانها كاميرا. ممكن تبقى وان واي هولو بلوك بس كونتينوس، الريبات كونتينوس فاحسبها بالطريقه دي، او بالساب لو هتشتغل او بايتابس او ايا كان. ولو هي اكتر لو هي كونتينوس مور ذان تو سبانز بتبقى بالطريقه دي. خليك دايما فاكر ان الهولو بلوكس ما هي الا عباره عن شويه ريبس ماشيه في اتجاه بتمثل لها كانها كاميرات عاديه. طب ازاي نعمل ديزاين للريب؟ دي ريب كانها كاميرا فيها قطاعين، في قطاع واحد ده اللي هو البوزيتيف مومنت عادي. انا دلوقتي عايز جبت ايه؟ خليك فاكر ان دلوقتي اللودز اللي جبتها دي كانت لودز بير متر لكل ريب، فيبقى المومنت ده مومنت بير ريب. زي ما قلنا احنا كان في طريقتين في الحساب، يا اما بتشتغل للمتر وبعد كده تقوم محولها، يا اما من الاول خالص بتشتغل متر بير لودز بير ريب فيطلع مومنت بير ريب، فمش محتاج التحويله دي. جبت وده اللي كان بيخليني اقول لك تشتغل على طول بالطريقه اللي انا بقول لك عليها. يبقى انت كده جبت المومنت لكل ريب، عايز تشوف بقى الديزاين بتاعها. دي ايكوال سي 1 روت ام التيميت على اف سي يو في البي. سي 1 محتاجين نحسبها، الدي المفروض معروف هتشيل بس منها الكفر اللي هو ال 35 مللي، والبي المفروض ان ده تي سيكشن، عرض الفلانج بتاعته هي من نص يمين لنص شمال زي ما قلنا، يعني انت كل ربايه واخده عرض من فوق اي بلس بي. وطبعا ده بوست ده تي سيكشن لان الكومبريشن جاي في الفلانجة اللي هي البلاطه يعني، فالبي هنا هتبقى اي بلس بي. خش هات السي 1 هات الجي، صمم هات اريا ستيل، هيطلع لك حديد لكل ريب زي ما انت حاطط لود بير ريب، جبت مومنت بير ريب يطلع لك حديد بير ريب، فكده يطلع لك يطلع عندك حديد معين هتطلعه. بيفضل دايما تحط سيخين لان هي اصلا الربايه صغيره، فاكتر من سيخين هتلاقي ان القطاع صغير على حديد كتير وهيبقى بايخ في الصب والتنفيذ، فبنفضل نحط سيخين في مثلا 12 16 18 يعني على حسب ما يطلع لك. وممكن لو احتجت يعني طبعا، بس ده لا يفضل تحط سيخين مختلفين، لكن في الاخر هما سيخين يعني. المشكله مين اللي بقى بتكون في القطاع رقم 2 ده؟ ليه؟ لان دلوقتي القطاع ده لما يجي عليه مومنت عكسي هيبقى الكومبريشن جاي تحت، فلما الكومبريشن يجي تحت هتلاقي ان الكومبريشن زون بقت صغيره، فلما الكومبريشن زون تطلع صغيره كده هتلاقي القطاع غالبا انصيف، غالبا طبعا مش اكيد بس غالبا، على عكس لو في البوست مومنت لان الفلانجة كبيره. وزي ما قلنا احنا التسليح بيبقى شويه محكوم بعدد وكده، ف بيبقى الموضوع لحد ما فيه تفاصيل يعني. ففي الحاله دي بنعمل ايه؟ بنيجي عند السبورت، المكان اللي هو عند الكاميرا، بدل ما يبقى عندك ريبات وبلوكات يعني المنطقه متفضيه من الاخر يعني المنطقه دي متفضيه، لا بنقوم صابين الحته دي كلها خرسانه تبقى بلاطه عاديه. يعني لو جينا نرجع كده للبلان، لو شفنا بلان في البلوكات عايز بس حاجه تو واي حاجه قصدي كونتينوس، او حتى مش تخيل ان دي كده كانت ريب هي ماشيه كده، وبعد كده في كونتينوس ريب ماشيه بعديها. الريب هنا القطاع بتاع الريب هنا تحت بي سمول وفوق بي كابيتال اللي هو عرض البلاطه، لكن او ما بتمشي هنا برضو او المومنت بيبدا يقلب نيجاتيف مومنت هتلاقي ان الكومبريشن جاي تحت مش جاي في البلاطه، فبيطلع القطاع ضعيف. فبنقوم قافلين كل القطاع عشان ما يبقاش فيه بلوكات تحت، ويبقى القطاع كله عندك فوق وتحت عرضه اي بلس بي، بدل ما كان فوق عرضه اي بلس بي وتحت عرضه بي بقى فوق وتحت عرضه اي بلس بي.
وده بنسميه سوليد بارت. ليه؟ لان هو سوليد ما فيهوش بلوكات. نرجع تاني، قفلنا كله بقى بتاع بلوك كله على بعضه. ويعني ونحسب محتاجين، يعني مؤقتا دلوقتي نحسب محتاجين للعرض الحته اللي مقفوله دي بلوك، محتاجين تسليح قد ايه برضه لكل ريب. المشكله هتقابلك، طب انا هعمل سوليد بارت لحد ايه؟ ممكن حد يقول طب انا هعمل كل منطقه النيجاتيف مومنت سوليد بارت، يعني نظريا ماشي، ولكن في الاخر ده تهجير لان انا مش محتاج كل ده سوليد بارت. اقدر احسب انا محتاج سوليد بارت قد ايه؟ اشوف القطاع الصغير بتاع الريب اللي هو تحت بيه بس اخره كام كتسليح، كمومنت، يعني ماكسيموم مومنت بتاعه كام. بعد ما جبت الماكسيموم مومنت بتاعه كام اقارنه بالماكسيموم مومنت اللي جاي على الريب اللي انا عملته بالاناليسيس، واشوف انا اقدر الريب تشيل لوحدها لحد فين والباقي اغطيه بسوليد بارت. يعني ممكن اقوم حاسب لده حديد والتانية حديد واخد الكبير واشيل الاثنين. هنعمل ازاي الكلام ده؟ هو انا طبعا بحسب الماكسيموم مومنت بطريقه مختلفه شويه، لكن انا افضل او يعني حتى زي ما الدكتور شرح ان احنا بنحسب الماكسيموم مومنت عادي بالسي 1 جي. عندك دي ايكوال سي 1 روت ام التيمت على اف سي يو في البي، وزي ما شرحنا قبل كده في كونكريت 1 ان عشان تجيب الماكسيموم مومنت اللي بيقدر يشيل القطاع بعديه بقى انصيف تحط سي 1 مينيموم 2.78. فلما تحط 2.78 هتعرف تجيب الماكسيموم مومنت اللي تقدر القطاع يشيله. فانت دلوقتي جبت الماكسيمم مومنت، هتبص ترجع لل بقى الاناليسز اللي انت عملته، سي الماكسيمم مومنت ده كان اقل من المومنت اللي جاي اصلا على القطاع اللي هو بالاناليسز. طب يبقى انت مش محتاج سوليد بارت، ولكن باي كود الكود بيقول لك ان في مينيمم سوليد بارت، يعني مكتوبه 25 بس احنا بنتكلم ان احنا بناخدها مينيمم سوليد بارت ب 30. ده لو انا مش محتاج اصلا سوليد بارت، لان المومنت اللي موجود على الريب اقل من الماكسيمم مومنت اللي هي ممكن تشيل. طب لو طلع مش كده، هنشوف دلوقتي في الاكزامبل ازاي نعرف مكان بالظبط المومنت اللي اخري في الريب تقدر تشيله. وطبعا بعد ما عملت كده احنا خلصنا ديزاين المومنت، زي ما قلنا هو بيقول لك لو المومنت ريزيستنس اكبر من المومنت اللي جاي على الريب يبقى خلاص هتستعمل السوليد بارت المينيموم. لا طب لو طلع اقل، لا هتزود هتحط سوليد بارت. وهنشوف ازاي نحدد منطق هو فين بالظبط، يعني اخره كام. وبعد كده بنعمل تشيك شير على الريبس، وزي ما احنا عارفين او زي ما قلنا الدكتور قال ان الرب ما بنحطلهاش تسليح يشيل شير، احنا بنحط لها كنات بس كنات مفتوحه عشان نعلق عليها التسليح وهكذا، ولكن ما بتشيلش شير لانها كانت مفتوحه خالص، يعني كانت بيسموها كانت مفتوحه كده متعلقه، ما بتشتغلش على الناس تشيل شير. فبنشيك شير من غير زي شبه الاواعد شويه عشان ما فيهاش كنات 0.6 روت اف سي يو على جاما سي، ولو طلعت انسيف الشير اللي جاي انسيف بتزود البي اور دي. طبعا انت لو خدت بالك ان الشير المفروض الماكسيمم شير هيكون عند السوليد بارت، فالصح ان انت تشيك بعد ما جبت المينيمم سوليد بارت او جبت السوليد بارت بالطريقه دي تشيك عليه هنا، تخش تشيك تقول تشيك مره عند السوليد بارت ومره على وش السوليد بارت عشان ده القطاع اتغير بقى صغير. وفي ناس تانية طريقتها ان هي بتشوف يعني بتحسب السوليد بارت المينيمم، وعندك السوليد بارت اللي محتاجه المومنت، وعندك السوليد بارت اللي محتاجه عشان يسيف شير يعني، لكن ده كتير شويه، يكفي ان انت تصمم على المومنت وتشيك على الشير. زي ما قلنا اقل حديد ممكن تحطه في خين، ممكن تحط فيها 10 ولكن يعني خلينا في فيها 12 دايما، واقصى اعلى دايمتر فيها 22 والا هتبقى القطاع كله حديد وده بايخ يعني. بعد ما عملنا الكلام ده هنيجي نلاقي، لو جينا نرجع للسيستم كده، دي كاميرات ماشيه كده، لو اللود جه على كاميرا منهم هتلاقي ان الكاميرا دي لوحدها اللي شايله. فاحنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نحط حاجه عرضيه تخلي لو جه لود على واحده اللود يتقسم بطريقه يعني شويه يعني مش يونيفورم طبعا لان ده مستحيل، ولكن يروح شويه للريبات اللي جنب. فبنحط حاجه اسمها كروس ريب. كروس ريب ريب ايه؟ في الاتجاه العمودي على الريبات الاصليه. عادتها بيكون بيزد على قيمه اللايف لود وبيزد على السبان بتاع الريبات. بيقول لك لو اللايف لود اقل من 3 يعني الاحمال قليله، لو ال شورت اقل من 5 او الاتجاه اللي ماشي فيه الريبس اقل من 5 يبقى مش محتاجين كروس ريبس، ولو اكتر من 5 محتاجين واحد. طب لو اللايف لود كبر شويه بقى اكتر من 3، فلو انت من 4 ل 5 محتاج ريب واحد كروس ريب واحد، لو اقل من اكتر من 7 محتاج 3 كروس ريب. طبعا تسليح الكروس ريب دي اصلا بيكون مش يعني ايه ملوش ديزاين، لان هي باي ديزاين هي مش شايله لودز يعني، ولكن بنحط لها تسليح سفلي نفس التسليح اللي طلع للريب العاديه،
وتسليح علوي نص التسليح السفلي، وبنحط لها كنة مقفولة، على عكس هناك ما كناش بنحط كنة مقفولة زي ما هنشوف في الديتيلنج بعد كده. عشان الكاميرا دي، لان هي كاميرا بتبقى موجودة، لو جينا نبص كده، لو انت حطيت كاميرا كده، لو انت عملت لودنج هنا مختلف عن واحدة قدام، هتلاقي ان بسبب طبيعة اختلاف الديفليكشن بين الريبس المختلفة، بتلاقي ان كأن الريب كروس ريب دي بتتعسر. يعني طبعا عشان برضو بشرح في فيديو صعب تتخيلها، ولكن في الاخر هتلاقي الريب دي كأنها بتتعسر من اختلاف الديفليكشن اللي بيجي عليها. فبقى شايلة تورشن، فبيعمل لها كده مقفولة عشان تشيلها، بياخدها المينيموم يعني 5×8 مش هنصمم يعني. او زي ما بيقول لك، هو كروس ريبس ار ادد فور بيتر ديستريبيوشن اوف ابلايد لود. احنا دلوقتي وصلنا لمرحلة ان خلاص صممنا كل حاجة، جبنا التسليح بتاع كل حاجة، عايزين بقى نبدأ نرص البلوكات، نشوف البلوكات دي هتترص ازاي. تعال نشوف. احنا دلوقتي المفروض لو جينا نعمل زوم ان كده، عندنا هنا سوليد بارت وهنا سوليد بارت. طبعا لو ده سيمبل، فالمفروض ان ده دبليو ال سكوير 24 وده دبليو ال سكوير 24، يعني مش هتصمم عليه غالبا يعني، او مش هتصمم عليه، مش هيطلع محتاج سوليد بارت كبير، فبنحط المينيمم اللي هو ال 30 سم. فانا دلوقتي محتاج ايه؟ محتاج اعرف عدد البلوكات في الاتجاه ده وعدد البلوكات في الاتجاه ده. ف وطبعا انا سوليد بارتس كلها. فبيقول لك ان همسك ال شورت التول اللي هو الاتجاه الرب. خلي بالك دايما بنقص هنا ال شورت اللي في اتجاه الرب، لان ممكن اعمل ال شورت، اعمل الربات في الاتجاه الطويل لاسباب تخص الديزاين. فالمقصود هنا بال ال شورت هو الطول اللي ماشي فيه الرب. فدلوقتي عشان نجيب عدد البلوكات في الاتجاه اللي فيه الربات، بنعمل ايه؟ بنقول ان عندنا ايكويشن فيها النون اللي هو عدد البلوكس. طول ان ال بيساوي 2 سوليد بارت، او يعني كل مجموعه سوليد بارتس، لو هي واخدين انت المينيمم فيبقى هو المينيمم، ولو انت عامل ديزاين لانها مثلا كونتينوس او حاجه فيبقى السوليد بارت ده زائد السوليد بارت ده. بعد كده بلس عدد الكروس ريبس مضروب في عرضها، اللي هو قلنا بناخده يعني عددها بيبقى 1 أو 3 بيزد على اللودنج والسبان، وعرضها بتاخده عادي نفس عرض الريب العادية. فاضل لك كده يبقى زائد عدد البلوكات في عرضها اللي هو الاتجاه البلوك الصغير ده اللي هو ال 20 سنتي. عندك معادلة فيها قانون واحد، تلاقي لك مثلا فيها ان، حل هات الان. طبعا غالبا مش هتعرف رقم صحيح، فتقوم مقربه لأقل رقم بالنقص، تنقصه يعني مثلا تلاقي لك 24.2 مثلا، ياخد 24. ليه؟ لان انت لما هتقلل البلوكات اللي محتاجها هتلاقي ان السوليد بارت بيزيد، لكن لو زودت البلوكات هتلاقي ان السوليد بارت بيقل، وده ما ينفعش سواء هو كان جاي من الديزاين او كان جاي من المينيمم فاليو. طب بالنسبه للاتجاه الطويل اللي هو ما فيهوش الربات، هتلاقي ان العدد الطول بيساوي السوليد بارت ده بلس السوليد بارت ده بلس عدد ايه؟ بلس عدد الريبس. فعدد الريبس هيساوي عدد البلوكات ناقص واحد. ليه؟ لان انت عندك بلوك هنا ريب، بلوك ريب، بلوكات ريب، هتقفل في الاخر ببلوكات، فهتلاقي كأن الريبات هي السبيسنج اللي بين البلوكات. الريبس هي عددها بيساوي السبيسنج بين البلوكات، فيقل واحد عن عدد البلوكات اللي انا لسه مش عارفه، فهو النون مضروب في عرض الريب بلس عدد البلوكات مضروب في عرض البلوك الكبير اللي هو ال 40 سم او الاي. بقى عندك كده لان 2 النون، احسبها قربها برضو بالناقص عشان الستورد بارت ما يقلش عن المينيمم او اللي محتاجه من الديزاين. طيب بالنسبه للتسليح بقى، انا افضل افتح تسليح احسن من هنا. تعال نشوف دلوقتي، انت المفروض مصمم بتحط تسليح بالطريقه دي، بتحط هنا في شبكه علويه وسفليه للبلاطه 4×10 غطا و5×10 فرش. يعني ايه؟ يعني الحديد الفرش ده الحديد الرئيسي للبلاطه. انت لو جيت تبص هتلاقي ان البلاطه فوق البلوك، فالبلاطه فوق البلوك دي ماشيه وان واي كده، يعني الاتجاه الرئيسي بتاعها هيبقى كده، فيبقى الفرش بتاعها هو ال 5×10، والغطا هيكون الاتجاه التاني بياخده 4×10. ليه 4×10؟ اللي هو ماشي كده عشان هتحط، لان انت عندك السبيسنج 50، فمع كل 25 سم تحط سيخ عشان تلاقيها ظبطت معاك، ما يبقاش في سيخ فوق الريب دايركت، لان انت لو حطيت سيخ فوق الريب دايركت مش هتعرف تحطه. فبتحط سيخ في اول البلوك واخر البلوك، او في اول، وتمشي في اول ونص اول ونص اول ونص. يبقى ده التسليح اللي هو الشبكه. بعد كده بتقوم عامل علامه، ده التي الكبيره اللي هو التوتال تي،
بتكتب هنا اتش بلس تي اس اللي هو اتش ارتفاع البلوك زائد ارتفاع البلاطه، ارتفاع سمك البلاطه يعني، وبتحط التسليح بتاع الريب السفلي اللي هو 2 كذا بالريب، والتسليح العلوي اللي هو هيبقى جاي من دبليو سكوير على 24 او ايا كان، تكتبه كده. ده البلان. وبعد كده بتقوم عامل اربع سكاشن، سكشن في الريب وسكشن في الكروس ريب وسكشن في كل سوليد بورت. السوليد بورت ده طبعا في ايه، ده ماشي مع ده في اتجاه البلوكات او يعني ايه في اتجاه الريب يعني، او يعني اللي هو يعني حته منه ماشي في الريب وحته ماشي في البلوك، ولكن ده العكس، ده بيبقى في هنا ريب ثم ريب ثم ريب، فتلاقي ان الريبات باينه في السكشن، لكن هنا هو بياخد السكشن، لو خده هنا هيبقى كانها كلها بلوكات، ولو خده هنا هيبقى كانها كلها ريب، فهو بياخده بس في البلوكات. ليه؟ لان التسليح ده بتاع ده هيبقى غير التسليح ده لو ابعاده مختلفه وهكذا. طب القطاعات دي عباره عن ايه؟ تعال نبص. اول حاجه تسليح الكروس، تسليح الربات، زي ما قلنا هنا في سيخين سيخين، وبعد كده بيحط الكنه بس عشان يحط عليها التسليح وده، لكن دي مش شايله شير، بس اسمها كنه مفتوحه كده. وبعد كده في الفرش اللي هو 5 في 10 المتر، ده اللي هو زي ما قلنا اللي ماشي في فوق البلوك او في اتجاه يعني في اتجاه البلوك الطويل، ده اللي هو بيشيل يعني ده كانه بيشيل المومنت، لان البلاطه دي بلاطه وان واي كده. وبعديها 4 في 10 في الاتجاه الثاني، قلنا ليه 4؟ عشان يقدر يحط سيخين، سيخ في اول البلوك وسيخ في نص البلوك وهكذا، عشان ما يجيش سيخ فوق الريب. وكان مفتوحه 5.8 في المتر، والفرش والغطاء يبقى خلاص تمام كده. طبعا بتحط معاه كل الابعاد. ده اول سيكشن. تاني سيكشن كان سيكشن 2 اللي هو اللي متاخد في السوليد بارت، بس ايه البلوكات ماشيه او الريبات ماشيه كده، يعني الريبات ماشيه موازيه للسوليد بارت. فلو خدته في السوليد بارت موازي للربات، هتلاقي ان الربات ظاهره. تسليح الربس نفس ما هو، وكل الكلام ده زي ما هو بتاع اللي فوق، ولكن ده بس اللي بيختلف. اول حاجه هنا ايه، دي كاميرا عاديه تماما، دي كاميرا عاديه مصممها انت بتسليحها بكل حاجاتها، واخده وتاخد الشرينكج بارز وكل ده. طب بالنسبه للجزء ده، ده سوليد بارت، المفروض الجزء ده يعني جزء من البارت صغير، ده 30 40 سم مش حاجه يعني. بنعمل ايه؟ بتبقى اول حاجه في الاتجاه العرضي حاطط سيخين فاي 10، سيخ تحت وسيخ فوق فاي 10، بترصهم كل 30 سنتي ماشي في الاتجاه ده. طبعا هنا هو جه يحط 30 سنتي كان لا اصلا السيخ جايه من التسليح فما حطش. دي طبعا شرينكج بارز بيحطها لو الكاميرا اكتر من 50 من 70 سنتي، وبيقوم حاطط كانه مقفل بس بيها المنطقه دي. وارد يعمل دي كانه ودي كانه، او يعملوا من كانه واحده مقفوله، ولكن ده اسهل يعني تنفيذيا. فبنعمل غالبا الاقتراح. بعد كده سيكشن 3 اللي هو سيكشن في الكروس ريب اهو، وهنا البلوكات ودي البلاطه برده الفرش والغطا، التسليح السفلي ناخد نفس تسليح الريب وتسليح علوي بنصه، وكان مقفوله قلنا عشان الاختلاف اختلاف الديفليكشن او اختلاف الروتيشن من الديفرنت ريبس بيتولد تورشن على الكروس ريب، فمحتاجه كان مقفوله عشان التورشن. وبعد كده ده عرض البلوكات الصغير. طب سيكشن 4 ده هتلاقي السيكشن اللي في الكروس اللي في السوليد بارت، ولكن شماله كله بلوكات او شماله كله ريب، يعني ريب بايه بتاخده بايه عمود، الريب بايه عموديه على البلوك على السوليد بورت، بس هو بيرسم بياخد الجزء اللي بيرسم فيه البلوكات. التسليح برضو بتاع البلاط عالي، وبيقفل سوليد بورت بالظبط نفس تقفيله السوليد بورت، ده ما فيهاش اي اختلاف، لكن الاختلاف بس المنظر، لان هنا ما فيش هنا بلوك وريب بلوك ريب، لكن هنا كلها بلوكات. بنيجي بالنسبه بقى للكونتينوس، نفس الطريقه بالظبط، ولكن زي ما قلنا الاختلاف الوحيد هتلاقي ان ده تسليح متصمم عشان ده، وده سوليد بارت انت هتبقى حاسبه محتاجه قد ايه عشان يسيف، بس وبتحط التسليح بتاعك 2 فاي كذا لكل ريب برده، ونفس الطريقه مفيش اي اختلاف. طبعا بس الاختلاف برده يبقى في القطاع، لان القطاع اللي هي ممكن هو طبعا ما اعرفش هو رسم قطاع هنا ولا لا، لكن ممكن تبقى ترسم كمان قطاع، يعني القطاع اللي هنا مفيش مشكله، ده مفيش مشكله، ده مفيش مشكله، ممكن ترسم كمان قطاع في السوليد بارت المشترك ده، هو المفروض يحط طبعا قطاع هنا يعني، بس هو ما حطش. فا يعني زي ما شايف نفس الحاجات كلها، نفس التفاصيل اللي قلناها قبل كده، ولكن الاختلاف بس التسليح العلوي هنا عشان النيجاتيف مومنت الصريح اللي موجود. نفس الكلام ده بس انا هناك عملته هناك عشان اوضح شويه. نيجي بقى للمثال. مثال هو مديك بلاطه 6 في 8 و6 في 8، هتلاقي ان ال شورت عندك اقل من 7 متر، فممكن تعملها الربات وان واي كده، يعني تبقى الربس ماشيه كده بس هنا وهنا، وتبقى كونتينوس تو سبانز على وان واي، وتحسب انت الابعاد بنفس الطريقه. عندك اول حاجه
بس دي ممكن مش مكتوبه هنا يعني، هو هنا عملها بطريقه مختلفه بس شويه، بس يفضل انك تجيب التي اللي هو ال على كذا وكذا وكذا بيزد على كونتينوس وان سايد البلوك، الهولو بلوك نفسه يعني البلاطه دي كلها كونتينوس وان سايد، فهتلاقي ال على كذا للكونتينوس وان سايد وان واي هولو بلوك سلاب، ثم تحسب التي اس بالمعادلتين دول وتشوف البلوك اللي لو حطيته زودته على التي اس هيقدر يجيب لك سمك ما يقلش عن التي. هو هنا عمل ايه؟ هو عارف ان غالبا لما يجي يشيك هيطلع ان ده سيف يعني، فجاب التي اس وزود عليها عرض البلوك اللي هو المستعمل الغالب يعني اللي هو ال 20 سم، فطلعت 250. ثم عندك عرض البلوك، عرض الريب اللي هو بيبقى الكبير من المية او ال على او اللي هو التي على 3. بعد كده حسب الاوزان زي ما قلنا دي 1 واي، بطريقه حساباتها بتبقى 1.4 المفروض 1.4، اشوف بس اشتغلها ازاي، وانا اشتغلها بالطريقه اللي هو بيشتغل عليها. جاب ال او يعني خلينا نشرحها احسن زي ما انا بقولها، انا قلت لك هيبقى جاب. اول حاجه اجيب ال WS اللي هي 1.4 تي اس جاما كونكريت بلس فلور كفر، ده مضروب في 1.4 بلس 1.6 اللايف لود، تاخد ده تضربه في اي بلس بي، يبقى انت كده جبت اللود لكل متر للرب. ده اول حاجه، بس ايه ده اللود؟ ده اللود اللي جاي من بره، لسه لود البلوكات ولسه لود الاون نود بتاع الرب. فالاون نود بتاع الرب هيبقى 1.4 تي ماينس تي اس مضروب في البي في الجاما كونكريت، ده وزن الاون نود بتاع او الاون نود بتاع الرب بلس البلوكات. وقلنا انت لما بتاخد شريحه سبيسنج اي بلس بي هتلاقي ان انت عندك خمس بلوكات، نص خمسه شمال نص خمس بلوكات شمال نص خمس بلوكات يمين، فعندك خمس بلوكات، يبقى هيبقى خمس بلوكات في وزن البلوك الواحد مضروب في 1.4. هتلاقي في الاخر هتطلع لك نفس الكونسبت اللي في الاخر، هو دبليو بالريب هيبقى 6.1 كيلو نيوتن بير متر. زي ما قلت لك في كذا طريقه للتعامل، افهم طريقه واشتغل بيها، لو انت فهمت اللي انا بشرحه واشتغل بيه، ما فهمتوش اشتغل بالطريقه اللي محطوطه هنا يعني خليك متابعها يعني وشوف بيعمل ايه بالظبط. يبقى انا كده جبت الدبليو لكل ريب، احط اللود ده واخد الاسترب بتاعتي اللي هي في الريبات واحسب لها المومنت بالساب بقى بالطرق الابروكسيمت اللي شرحناها من شويه مش هتفرق. وجبت انت ده طبعا زي ما قلنا ده المومنت لكل للرب، مومنت للرب وتقوم واخدها اول حاجه عندك ده البوست مومنت تصممه عادي ما فيهوش مشكله، وتجيب التسليح زي ما قلت لك وارد تحط التسليح عشان توفر السخين مش زي بعض مفيش مشكله. فصممت انت سيكشن 2 سيكشن 2 هنا زي بعض، المشكله بقى في سيكشن 1 ده لان هو هيبقى عنده مشكله السوليد بارت. نعمل ايه؟ محتاجين نشوف طول السوليد بارت اللي انا محتاجه، عشان اجيب طول السوليد بارت اللي انا محتاجه بشوف الماكسيمم مومنت اللي القطاع ده ممكن يشيله لو ما كانش سوليد، اللي هو هيبقى البي بتاعته هي عرض بس الريب، فاقول ان دي ايكوال سي 1 روت ام التيمت على اف سي يو في البي، الدي اللي انا عارفها هشيل تي ماينس الكفر اللي هو تقريبا ممكن 3 سم ولا حاجه، ايكوال سي 1 اللي هي اخد سي 1 مينيمم عشان تجيب الماكسيمم مومنت، عشان تجيب زي ما قلنا عشان تجيب الماكسيمم مومنت هات الماكسيمم مومنت. محتاجين بقى نشوف الماكسيمم مومنت ده وناخده ونقارنه بال الماكسيمم مومنت نيجاتيف مومنت اللي جاي على الريب ده 27.5. تعال نشوف هو طالع بكام عنده، انا معرفش هو ممكن مش حسب او كده مومنت، لا هو حسب او حسب المومنت ده بطريقه مختلفه، لو طلع 15 يعني هو حسب الماكسيمم مومنت طلع معاه 15، هو بيحسبه بس بطريقه مختلفه اللي هي الميو ار والكلام ده. المهم هنحسب احنا بطريقه السي 1 دي العاديه بتاعتنا، طلع 15 وهو عنده الماكسيمم مومنت نيجاتيف 27.5، يبقى معنى كده انا لا في سوليد بارت محتاجه هصممه، لو مش محتاجه كنت هتاخد المينيمم اللي هو 30 سم في كل بلاطه. طب دلوقتي انا عايز اعرف ال 14.9 دي اخرها مكانها فين عشان يبقى هنا سوليد بارت وشمالها هيبقى ريب عاديه، فاقوم واخد ده كده وطلعه في بودي دياجرام بره. لو جينا نبص هنا هتلاقي ده النيجاتيف مومنت اللي موجود، ودي ده اللود اللي جاي على الريب، وده طولها، ده الرياكشن اللي هو للجزء اللي على الشمال بس كانه الشير يعني. محتاج اشوف اعمل معادله فيها الاكس انون اللي هو احسبه، لو حسبت الاكس ده يديك المومنت اللي هو يقدر يشيله الايه ال الريب من غير سوليد بورت. فقال لك ايه؟ قال لك اول حاجه هات الرياكشن ده، خد المومنت عند ايه؟ يبقى الرياكشن في 6 وعندك المومنت ده وعندك اللود ده، هات الرياكشن. جاب الرياكشن عمل معادله للمومنت من الشمال، معادله اللي هي ايه؟ لو خدت المومنت من الشمال يبقى عندك 27.5 عند اي مسافه اكس، 27.5 بلس 6.1 في اكس على 2
هو قاطع هنا كده مثلا واكس هي اللي على الشمال، فبيحسب المومنت من على القطاع اللي اكس عند اي اكس، واشوف ازاي هنشوف بعد كده ازاي هيتصرف يعني. فقلنا اكس 6.1 في اكس سكويرد على 2 يعني في اكس في اكس على 2 بلس 22.8 ده اللي هو الرياكشن في المسافه اكس، واشوف الاكس دي تطلع بكام لو عشان اجيب المومنت النيجاتيف اللي انا محتاجه للريب، الريب يعني اللي هو اخر مومنت الريب تقدر تشيله. فحسب الاكس طلعت 0.6 متر، حلو قوي. يبقى كده طول السوليد بارت 0.6 بمعادلات البلوك، راح حسب عدد البلوكات قلنا في الطول القصير والطول الطويل بتحسبوا كل واحده بطريقتها، او الطول اللي ماشي فيه الريبس والطول العمودي على الريبات. وبعد كده بيقوم راسم التسليح اللي اتصمم بنفس الطريقه اللي قلنا عليها. طبعا ما تنساش ممكن ده بس مش مكتوب هنا، ما تنساش تعمل تشيك شير على الريب، تشيك شير او يعني تشيك شير بيتعمل عشان يبقى مظبوط 100% انك تعمله زي ما قلنا على في السوليد بارت وعلى وش الريب، لان القطاع مختلف والشير مختلف، فتعمله في الماكسيمم عند السوليد وماكسيمم عند الشيء عند الهولوب عند الريب او بعد انتهاء السوليد بارت يعني. والجزء اللي فيه سوليد بارت محتاج تصمم السوليد بارت اللي هو 27.5 وتطلع تسليح، ومحتاج تطلع تسليح لل 14.9 اللي هي على اول بعد انتهاء السوليد بارت وتاخد الكبير. غالبا هيطلع ان الكبير هو يعني احتمال كبير يطلع ده، لان ده هو بيبقى قطعه صغير شويه، فغالبا بيطلع ده وان كان المومنت اصغر ولكن بيطلع الحديد اكتر شويه. فانت عشان تريح دماغك هتحسب الاثنين وتمشي على الكبير، وبعد كده بترسم التسليح زي ما قلنا اللي انا شرحته من شويه. يبقى انا كده غطيت معاك الهولو بلوك سلاب. طبعا هو انا بس التسليح هو قصص وكده يعني مش مهم ده قوي، لكن برضو يعني لو عملته يبقى كويس. فاحنا كده شرحنا الون واي هولو بلوك بشكل عام بالتفاصيل وايه اللي محتاجينه فيه، اناليسيز لودنج ديزاين ديتيلنج، وان شاء الله الفيديو الجاي هنشرح التو واي هولو بلوك. شكرا والسلام عليكم.